بس بقى الكلام ديال ريس، السلام عليكم كديرين، لاباس عليكم، امركم مزيان الحمد لله. اليوم غندير واحد الطاجين ديال الحوت. على اي حوت بغيتو ديروه ديروه. انا مشيت لقيت هذه ديال موغي، ها هو هنايا، كتشريو من اي مغازا، راه كاين في كناخذو من ليدل. انا خديتو من ليدل، ها هما يا حوت بياض. انا عندي 4 المرصوات على حساب الافراد ديالي، وانتوما ديروا اي حوت اللي بغيتوا. انا المهم هي المشاركه ديال العشاء ولا الغداء كما بغيتوا. غادي نبداو بسم الله. الحاجه اللي غنبداو بها هي شرموله. كناخذوا مولينكس، اسمحوا لي، انا غنوري لكم. غندير هنا واحد 3 أو 4 ريوز ديال الثومه على حساب اللي كتبغيو نتوما. يا عندي نص حامضه، ندير واحد 5 الزيتونات، قزبر معدنوس، كيجي زويون هاد الشرموله. سمحوا لي نجيب عيد الهريسه نسيتها ونرجع معكم. اختياري الا ما تخافوش ما تجيش حاره. صافي غندير واحد الربيع ديال الكاس، طحن هادي ونرجع معكم. هانتوما المتتبعين ديالي، سمحوا لي انا كنبغيش ندير لكم صداع باش ما يبقى لكم في التسجيل. انا المتتبعين ديالي كتعرفوني كنبغي ندير حاجه بحاجه. راه صوص نغسل يديا ونحيد هادشي ونرجع معكم. هانتوما المتبعين ديالي، انا شريت بلانشا تقطع ديال تقطع قطعه عجبتني وانا ناخذها. واخا انا ولفت هذيك ديال البلاستيك، هذه شويه جاج كتبقى تغلز، مي عجبتني الديكور ديالها. رجعوا انا اي حاجه درتها كنبغي نشاركها معكم، سمحوا لي. هانتوما ها هذاك الخليط كيفاش. كنزيد واحد المعلقه ديال صوص طوماط، هنا نزيد تاني شويه الماء باش يتخلط. هانتوما المتبعين ديالي، كتجي واحد الشرموله زوينه. والعطريه هنا عندي خرقوم، بزار، سكنجبير مليحه. نتوما عندكم الشوا، ديروا العطريه اللي بغيتو. كاين اللي كيدير الكمون والتحميره ديروها، انا كتعجبني هكا بهاد مع الكمون، ملي كيطيب كيعطي واحد النكهه ما كيبغوهاش الولاد. هانتوما ها صوص، انا غنحط هذا هنايا ونشد هاد الحوت. هانتوما الطريفات ديالو، انا نورمالمون نخليهم على هادي، غير بغيت نقطعهم على نزيد نصغرهم باش يجي زوين في الطاجين، حيت المرصوات راهم كبار. انا نوري لكم هانتوما يا هانتوما مصطبيع الكرام ديالي. انا غادي نحط لهم واحد شويه الشرموله، نشرملهم نخليهم ما يترقدوا، وندوز عاد نصايب معكم لوغاست. هذه شويه شرموله، هانتوما هي نسري يديا ورجع معكم. انا ما غاداش ندير في الطاجين، غندير في المقله المعتمده ديالي. كيجي بحال الطاجين، يعني بغيت تاكلوه مجموعين كلوه، بغيت تحطوه حطوه، المهم كيجي زويون ما كيجيش غارق بحال الاخرين. بسم الله. هنا انا مطيشه قطعت هاد الجوج مطيشات، قطعت مطريفه صغيورين هانتوما كتشوفوا، وعندي البرو جوستيغ تشوفوا، فوالا عندي البرو غنقطعو رونديلات هانتوما هنا هاد الشكل. بقى ما ولفتش هاد القطاعه ديال كتغرزز ليا، بقى ما ولفتهاش. ولفنا حنا ديال ديك البلاستيك ولا ديال العود، غادي نولفوها. هانتوما كنحطوهم هنايا المستبعين الكرام ديالي، نقطع هاد جوج ونرجع معكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. هانتوما يا المتتبعين ديالي، بلاتي غنجيب هادي هنايا.
راه دايره عشاء خفيف ظريف، راه ما كياخدش الوقت ما والو، راه عنده ميم با 30 مينيت هو طيب. هانتوما يا ندير واحد شويه داك الشرموله، انا والله العظيم كان احسن حاجه كنبغي نخدم بيديا. واش هاد العطريه تشرب هاد البصله مطيشه يشربوا العطريه فوالا. وانا درت هاد القريعه، نتوما عندكم الاختيار بغيتو ديروها ديروها نوعوا شويه على خيزو حيت دائما، وانا عندي هادي في الثلاجه نحيدها. ايه رونديلات جاني تليفون سمحوا ليا، ما نورمالمون كندير مود افيون مي ما درتهاش. هلا ها نتوما يا كتستفوا هكا، لا هادي بطاطا تاني كديروها رونديلات. ها نتوما رشيت شويه ديال الشرموله فوق القريعه، قلت لكم راه دغيا كيطيب سيرتو حيت كديروا كلشي هاد البطاطا والقريعه كلشي رونديلات، كيجي طاجين زوين وساهل الغداء ولا العشاء كيما حبيتو. انا والله العظيم كنبغي نشارك معكم كلشي 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 كلشي، واخا غير حاجه ساهله بالنسبه ليا انا كنقول راه ساهله، ولكن كنبغي نشارك معكم. ديروا بطاطا علاش قديتو نتوما وليداتكم. وانا بارك البطاطا وندير نزيد هذيك لقينا غدا عاد تبقى نزيدها. وانا حنا كلشي كياكل بطاطا عندنا في الدار. انتم هاد لاصوص ثاني نهز ثاني ونزيد هكا شويه، انا نخلط بيديا يعني بحال اللي كتقادو تشرملوها هكا بيديكم. وانا نهز الحوت نتمنى يكون الشرح واضح. هانتوما الزيتون على الشوا ديالكم، عندكم ديروه ما عندكمش، هنا فلفله. وهنا غادي نشد واحد المسحه حامضه، عرفتوا هذاك سميتو الحوت تيبغي الحامض. هنا غادي نزيد شويه حيت كاينه مطيشه والبرو ودغيا غطيب ليا الماكله، ما بغيتش نقوي بزاف لاصوص. ايه شويه في جنيبات هكا هانتوما راه بنتو جاد وكلشي توجدوه في 15 مينوت. راح يدوي مع التشجال انايا، وعندي هنا كاس عامر ما هاد الزليفه ما كتهزليش كاس كله بين زيت العود وزيت الروميه. انا كاين اللي كيخليه حتى يغلي، ولا عندكم الوقت ما عندكمش سي باغي ما ديروش مع شرموله. هانتوما احبائي الكرام روح الطاجين كيجي خوار، وغادا نغطيه فوالا. هانتوما يا وغنديرو فوق البوطه، راه عنده واحد 30 دقيقه ما واصلاش 30 دقيقه ديالي. انا باقا ما حليتش الطويجين، انا غنحلو هنا قدامكم بسم الله. شوفوا ما شاء الله هانتوما ديك الخضره، وهانتوما ما درتش الماء، درت تقريبا كاس راك شتو قدامكم. شوفوا الخضره هذاك المطيشه والبرو شحال كيطلقوا ديال الماء. هانتوما يا نخليه دابا ناقص البوطه ونخليه يطيب على الخاطر ديالو اي بشويه، ونتلاقاو ان شاء الله ملي يطيب. راه مره نوري لكم، ولكن دابا غنخليه يطيب على خاطرو حتى يطيب ونتلاقاو ان شاء الله. احبائي الكرام وصلنا النهايه، طاب واحد الطويجين واعر 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 واعر، ما نبقى نزيد لكم واعر واعر. راه اش نقول لكم، انا غنهز نوريه لكم وعاد ندير التقديم. شوفوا المستمعين ديالي، راه بغيت ديروه في الفران ديروه بهذه الطريقه هكا، وديروه في الفران ديروه. انا جو بريفير في البوطه يطيب دغيا، وهاد المقله كيما قلت لكم هاد المقالي راه ما كيحرقهم والو. راه جا واحد الطاجين واعر، وانا غادي ندير له التقديم قدامكم بسم الله.
انتما كما قلت لكم احبائي، انا دائما نقول لكم حطوا كما بغيتوا كلوا هكا يا كما حبيتوا انتما. يا انا بصراحه والله الا توش على الطاجين هكا ناكل هكا في الطاجين. يجي زبيبون زبيبون زبيبون. ما شهيتكم ما شهيتكم انتم، راه كيجي ناشف من المريقه من كل شيء. سخون بصي تبعي الكرام ديالي ها انتم يا راه جا طوي يجي. نشوفوا كيجي ناشف المرقه ما كتنشف منه ها انتم يا راه ما تيحرك ما والو، غير خفوا البوطا وخليوه راه كيطيب على الخاطر ديالو. فوالا وانا غنرجع معكم ملي نوجد الديسير ان شاء الله، نرجع معكم باش نديروا النهايه ديال العشاء ديالنا ديالي. تعشينا الحمد لله، جا واحد الطاجين زويون ولذيذ ما شاء الله، ونتمنى تجربوه. ودابا انا ما صايبش الشلاضه كما قلت لكم، رانا ماشي ضروري نصايب الشلاضه كل نهار ونصايب هذه كل نهار، راه كل نهار كما كنقول لكم ورزقه. واخا عندي كلشي عييت شويه ما صايبش الشلاضه، دابا انا غادي نصايب معكم واحد الديسير. ديروا الفروي اللي بغيتوا، انا راه نوعت كلشي كاع الفروي اللي عندي في الثلاجه ها انتم درتو، ها الكيوي ها العنب البنان الخوخ الليمون التفاح كلشي اللي عندك نديروه. دابا انا ولدي بغى عيل بنان، نعم ندير ليه البنان، نعم ندير واحد بالفروي واحد بالبنان. نقول لكم شنو انا غندير لكم، لا كلاص اليوم لا كلاص بالفروي. انا كنشري هاد ما عرفتش كيبان لكم مقلوب، شوفوا بان لكم مقلوب، هي هذه كيبان لكم عادي، هي هذيك بعد ما راس في الكاميرا كيبان مقلوب. زويون انا دائما محبين ديال لافانيش، جو سي با علاش. نتوما ديروا الشوا ديالكم اللي بغيتوا ديروا، انا من محبين ديال لافاني. غندير ان بول ف في البنان، وانتوما ديروا اللي بغيتوا، بغيتوا ديروا شي فروي اخر ديروه. غندير معاه هاد لي كونسونطري وشوكولا اختياري احبائي الكرام. انا كما قلت لكم غير بغيت نشارك معكم سيتو الشيء اللي كاين. انا غدا هذا الكيوي نقطعو شويه، انا غناكل دابا انا ولدي وراجلي ما بغاش ياكل دابا، غنصايب ما نصايبلوش تيبغي ياكل. هذا البطيخ ديروا اللي بغيتو، هذا الليمون ديرو نتوما الفروي اللي بغيتو ديروه ديروه كيما حبيتو. كيوي كيجي واعر هاد لاكلاص مع الـ مع الـ مع هاد الفروي، يجي واعر واعر. جربوه وردوا عليا الخبار. شي غزال انا نوري لكم بحال بحال لاخر، هو غندير له الشوكولا. انا غنجيب هنا وندير لكم النهايه. المتتبعين الكرام ديالي انا وصلت النهايه كما قلت لكم، ان بول دو غلاس افيك لي فخوي راه زويون. انا المشاركه كنشارك معكم اي حاجه درتها للعشاء ولا للغدا، الغدا راه كنديرو قليل من نهار درت الصوره شاركتو معكم. المهم هي المشاركه. فوالا هذا هو الديسير ديالنا اللي غادي ناكلو انا بردو بيه. المتتبعين الكرام اللي عجبكم هذا العشاء ديال الطاجين ديال الحوت مع لاكلاص ديسير ديالو لاكلاص بلي فخوي، ما تنساونيش باللايكات ديالكم كما كنقول لكم انا منكم واليكم. ما تنساونيش باللايكات ولي كومونتير الزوينين ديالكم، تهلاو فراسكم. ميرسي بوكو ميرسي ميرسي بوكو ميرسي.